أداؤه بالنسبة لي والشخصية المكرمة، فأقول لماذا أختار الرواية؟ لأن الرواية قابلة عندي لأن تجمع بين مادة التاريخ وأداته السرد. طبعا ليس السرد كما في الرواية، ولكن إن التاريخ هي السرد، وحصاد الفكر أي المعنى والدلالة، وتتميز بفنها الخاص. إذا رجعنا إلى حبس قارة، نجد أن بنية الكتابة في هذه الرواية تعتمد على تعدد الفصول داخل متن حكائي مختلف ومتعدد، يطغى عليه الجانب الأسطوري والغلائبي، فقد استطاع أن يقدم لنا الراوي بتقنية المونتاج السينمائي عوالم وفضاءات وأمكنة وأزمنة ومشاهد وأحداث وشخصيات جمعت بين محكي الطالب عبد الجبار ومشروع بحثه التاريخي عن حبس قارة حول موضوع الحياة اليومية للأسرى الأوروبيين في حبس قارة، وبين محكي الرسام الفرنسي أوجين لاكوا في رحلته إلى المغرب مع البعثة الفرنسية الدبلوماسية في القرن 19. أولا الامتنان للجميع، طبعا للمهرجان أصيلة وللسي محمد بن عيسى وللأساتذة، وامتنان أيضا للحضور الكرام الذين ساهموا، والامتنان للطرف الآخر، لكم مثلا، لمن يقفون وراء الكاميرا، لمن يرصدون، لمن يوثقون ذاكرتنا جميعا. فهذا كيدل على شيء الحمد لله إيجابي نسجله في هذا اليوم المبارك، وهي أن هنالك شيء نتمناه وأخذ يتحقق، وهو الاعتراف. ليس الاعتراف بالشخص سعيد بن سعيد العلوي أو بغيره، الاعتراف بنا جميعا كمثقفين كمغاربة. فنحن في حاجة إلى الوعي بالذات بهذه القضية، وأن نؤمن بأهمية الثقافي وبدوره، لا تنمية حقيقية في غياب، ماشي مجرد شعار. الشخصية الإنسانية في تطويرها هي ذات أبعاد متعددة، فالعمق الثقافي، ولكن أخذ كما كنت أقول قبل قليل الثقافة في المعنى الواسع للكلمة، لا شيء يحدث دون ذلك. احنا عندنا في المغرب تنشكيو من هذا الداء، وهو أننا نستصغر شأن الثقافي أو نعتبره طرفا، وهذا خطأ. والمسؤولية ما كنقصدش هنا بأصبع الاتهام للدولة، لا، جهات كثيرة تساهم في الثقافة، الدولة، المجتمع المدني، المجتمع السياسي، القطاع الخاص، الجهة، الجميع كل من موقع الإعلام، كل من موقعه وكل من الزاوية اللي كنظر منها. طبعا مهمة الحديث عن السي سعيد بن سعيد العلوي مهمة شاقة وصعبة، خاصة وإن كنت مضايقا بالوقت، لذلك سوف أحاول أن أبقى خفيف الظل وأن أجتهد بأن أقدم الخطوط العريضة لمشروع هذا المفكر الكبير. السي سعيد بن سعيد العلوي جميل تفكيرا وكتابة وفي حسه الإنسان الرفيع. طبعا لكن لماذا أعتبر السعيد بن سعيد العلوي مفكرا كبيرا؟ لثلاث اعتبارات أساسية. أولا، رهاناته الفكرية والمتمثلة في رغبته في دراسة الماضي والانطلاق منه لتأسيس خط معرفي بنظم فلسفي يربط الحاضر بالمستقبل على أساس ما تم تأسيسه في الماضي من أفكار ورؤى فلسفية، وهو هنا بمثابة طبيب جراح بمشراق فلسفي. هو يكتب رواية حداثية جديدة، وأعماله منفتحة على يعني اليومي وعلى المحكيات وكذلك على الجانب البصري، وخاصة التشكيل والسينما والأغنية. فإذا أخذنا مثلا نموذج حبس قارة، نجد أن هذه الرواية يغلب عليها الطابع الغرائبي والعجائبي والسير ذاتي والتاريخي، وكذلك هناك انفتاح كبير على الفن البصري من خلال الرسام دولاكروا، يعني وهذا يعطي تأريخا لهذه المرحلة من التاريخ. الزمنية ليست مودعة فيما تقوله الوثائق دائما، إنها تنتشر أيضا فيما ترويه العجائز
وفيما يبنى في الأساطير والحكايات أو يساغ في شكل استعارات وجودية تعشش في الأهواء. فالكثير من حقائق الوجود لا يمكن أن تصبح مألوفة أي قابلة للتداول إلا عندما توضع في المتخيل والمستهام والمحابه. لا يتعلق الأمر في هذه العوالم بانزياح عن واقع لا راد لقضاء الأشياء فيه، فهي مبنية وفق قوانينه وإكراهاته، ولكنها لا يمكن أن توجد إلا على هوامشه. ما يمكن أن ينبعث من منسي أو مهمل قد يبدو عارضا في السرد ولكنه مركزي في بناء القصة وتحديد دلالاتها. مشاركتي في الخيمة الكبرى للاحتفاء بالمفكر المغربي السي سعيد بن سعيد العلوي هي خيمة استثنائية وفريدة من نوعها، ولكن هي خيمة تكريم الفكر والثقافة المغربيين في شخص سعيد بن سعيد العلوي. أعتقد بأن تخصيص هذه الخيمة احتفاء وتكريما للسي سعيد بن سعيد العلوي واحتفاء بتجربته التي امتدت على مدار 5 عقود راكم فيها عدد كبير من الدراسات والأبحاث والإصدارات، وقارب فيها عدد من الإشكاليات الثقافية والاجتماعية والمعرفية سواء مغربيا أو عربيا. ويمكن تلخيص الرهانات الفكرية الكبرى للسعيد بن سعيد العلوي على مستوى رهان الحداثة ورهان التحديث ورهان الإسلام السياسي والدولة المدنية. فقد أسس السعيد بن سعيد العلوي ل يمكن أن نسميه مدارات ولوج الحداثة والتحديث في المجتمع المغربي والمجتمعات العربية، باعتبار الحداثة والتحديث ليست وصفة جاهزة بل يجب أن تنبثق من صميم المجتمعات العربية. وجدنا ودخلنا في الإجراءات التنفيذية وجدنا تجاوبا كبيرا وواسعا من كل الإخوان الأساتذة الباحثين والأخوات والسيدة عليا كذلك باحثين ونقاد ومفكرين في إعداد مداخلاتهم وفي التحمس للحضور فعليا للمساهمة في هذه الندوة، فلهم وجدنا كل الشكر والثناء والعرفان.